الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على الدين فليبكي ذو العلم والهدى، فقد طومست أعلمه في العوالم، وقد صار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، وإصلاح دنياهم بإفساد دينهم وتحصيل ملذوذة هوى المطاعم. يعادون فيها بل يوالون أهلها، سواء لديهم ذو التقى والجرائم. إذا انتقص الإنسان منها بما عسى، يكون له ذخرا أتى بالعظائم، وأبدى عجيبا من الحزن والأسى على قلة الأنصار من كل حازم. وناحى عليها آسفا متظلما، وباتا بما في صدره غير كاتم. فأما على الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم ذات الدعائم، وقد عودمت فينا وكيف وقد سفت عليها السوافي في جميع الأقاليم. فلسنا نرى ما حل بالدين وامحت به الملة السمحة وحدى القواصم، فنأسى على التقصير منا ونلتجئ إلى الله في محو الذنوب العظائم. فنشكو إلى الله القلوب التي قست ورانا عليها كسب تلك المآثم. فيا محنة الإسلام من كل جاهل، ويا قلة الأنصار من كل عالم. فنح وابكي واستنصب بربك راغبا إليه، فإن الله أرحم راحمي، لينصور هذا الدين من بعد ما عفت معاليمه في الأرض بين العوالم. وصلي على المعصوم والآل كلهم وأصحابه أهل التقى والمكارم، بعدي وميض البرق والرمل والحصى، ومن هل ودق من خلال الغمائم، ومن هل ودق من خلال الغمائم.